فاطمة لازم نترك البيت ونهرب. ماني متحركة من هون. بيت رشدان ما راح يمرقوا لك اياها، اكيد راح يجوا لهون وينتقموا منك. وعلى شو بدهم يحاسبونا؟ قلي لشوف. لازم نترك البيت فورا. اهرب لحالك، انا بقيانك. انا خايف عليكي انت، بيأذوكي اذا اجوا. يعني كيف ممكن يأذوني اكثر من هيك؟ عمو كريم يقتلوني، على القليلة برتاح من هالهم. وينك عمو كريم؟ ليك نظفت السمكة. روح لوين ما بدك، أنا ماني رايحة معك. أكيد هني. شو هذا يلي بإيدك؟ روح أغسل حبيبي. أنا نظفت السمكة. ألو كريم، كيفك؟ منيح. وفاطمة كيفها؟ كمان منيحة. شو صار، مشي الحال؟ إيه، وقعنا العقد ومشي الحال. بعت البيت وحطيت كل المصاري بالبنك، وهلأ السيد إحسان عم يكفي إجراءات الطابو. كتير منيح، الله يوفقك أمي. وميسر كمان باعت البيت والمزرعة. شفت شلون الله وفقنا بهالبيعة؟ يعني بيوم واحد وقعنا العقد وخلصنا كل الإجراءات وقبضنا مصارينا كمان. لحظة كريم، برجع لك. ألف مبروك، إن شاء الله بتتحلنا بالبيت. مبروك إليك أنت كمان، مع السلامة. ألو، الزلمي راح، كنت عم وضع وبارك له. كريم، شو كنت عم قول؟ طالما نحن اليوم خلصنا كل إجراءات البيع، بكرة الصبح منطلع بأول طيارة، يعني الظهريات منكون عندكم. بالسلامة. صوتك مو على بعضه، شو صاير معكم؟ ما في شي. لا تخبي علي ابني. قلت لك ما في شي. ليلي شو عم بيقول؟ هاد كريم شو عم يعملوا هلا؟ طيب معناتها الصبح إذا الله يسر منشوفكم. مع السلامة، سلملي على فاطمة. اتصلوا بالسلامة. أنا سمعاني عنه لهالمطعم، بس كتير حاطين ملح على الأكل. لا، الأكل مانو مالح أبداً، هلأ حطيت ملح. صحتين وهنا. شوفي، أنا خبصت بالحكي شي؟ أنا قصدي إنه المطعم غالي كتير. يقطع المصاري وساعته، بس الحياة ما بتحلى بلاها، الواحد بينبسط بس يكون معه. دوق هالبندورة شو طيبة. حتى الخضرة هون غير شكل ما؟ إيه؟ بتصدق أنا اشتقت لطعمة الخضرة هون. رح نقضيها كولا وبس؟ شو يعني ما رح نشرب لنا شي كاس؟ حلوان البيعة، شو بكم انتو؟ لا ميسر، بلا ما تشربي بسكري بلاها هلا. تفضل أخي، نتعشى وبعدين بنحكي. ماشي، خلينا نمشي. إذا الست ميسر حابة تشرب نطلب لها شو عليه؟ إيه لا، شوفي مو هدول اللي اشتروا بيوتنا؟ وينهم؟ ليكن طلعوا لبرات المطعم. ايه والله هن شكلهم ما شافونا، ما شافونا. لا شافونا، لهيك راحوا. هن ما كانوا قاعدين بالمطعم، انا شفتهم فاتوا وطلعوا دغري. الصبح ما كانوا بيعرفوا بعضهم، شو جمعهم هلا؟ شو بعرفني؟ الصبح ما سلموا على بعضهم والمسؤوليات تصاحبوا؟ ما فاتت بعالي هاي؟ اي واضحة، ما بدها سكر، اكيد بيعرفوا بعض من قبل. لمعي، يا ريتك تاكل ولا تحكي ابدا. ليش سكتي وشيلي ما بدك يعني اسمعوا من تمه؟ ما في شي ست مريم، بس عم ناكل، يعني لا تفتحوا لنا سير بلا طعمه. لما شافونا فورا هربوا. ليش خافوا لما شافونا مع بعض؟ شو فيها؟ ونحن شو بدنا فيهم؟ ينباعوا بالعزا، شو بكي ما بتفوتك فايتة؟ من الأول كنت شاكي ليش البيتين ضلوا كل هالوقت وبعدين انباعوا بنفس اللحظة. القصة فيها إنا كل هالفترة ما تقدموا لحدا ليشتري البيوت أو يطلب يشوفها حتى، وفجأة طلعوا واشتروا البيوت بيوم واحد. معقول يكون إحسان هاد واحد من رجاله لموني؟ اتصلوا على التليفون وخلونا نجي كرفتي لهون. وليش الجمعة؟ لأنه الجمعة عرس سليم رشدان باسطنبول، وحبوا يخلصوا منا لهيك عملوا هالفصل. أنت منين بتطلعي بهالقصص؟ اتركي الأدوية واشتغلي بكتابة القصص أحسن لك، تنجحي.